يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الناحيه المقدسه سلام على طهرها وقدسها ونورها سلام على سيدها وقاطنها بقية الله برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة الحلقة السابعة والستون بعد الثلاثمائة سلام عليكم على مائدة القمر إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر براءة من السقيفتين سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوسي في النجف وولاية للبيعتين بيعة الغدير الأولى، بيعة الأمير وبيعه الغدير الثانيه بيعه القائم انه افطار القلوب على مائده المحبوب تفضلوا بالكاف الشريف عن زيد الشحام عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل فلينظر الانسان الى طعامه قال قلت ما طعامه قال علمه الذي ياخذه عمن يأخذه هذا هو طبقنا السابع من أطباق مائدة القمر طبقنا السابع سلة للفواكه المنوعة هذا هو طبقنا السابع سلة الفواكه المنوعة مضمون هذا الطبق اجابتان على سؤالين ساجيب على سؤالين مهمين في طبقنا السابع السؤال الاول سالني عن هذا الموضوع كثيرون سالني حوزويون وسالني اكاديميون وسالني غيرهم سئلت كثيرا عن هذا الموضوع الذي ساتناوله قطعا ساحتاج الى عده حلقات كي تكون اجابتي نافعه ومفيده. حليمه السعديه هل هي شخصيه حقيقيه ام وهميه؟ هل ارضعت رسول الله صلى الله عليه واله ام لم ترضعه، ما حكايتها؟ حكاية حليمة السعدية قطعا وفقا لمنهج ثقافة العترة الطاهرة هذا السؤال سئلته كثيرا اجبت عليه في بعض الاحيان اجابات اجماليه لكنني وعدت الذين سالوني ان اجيب على سؤالهم هذا اذا ما سنحت فرصه مؤاتيه واعتقد ان فرصه مؤاتيه بين يدي في هذه الحلقات وفي هذا الشهر الشريف كي اجيب على هذا السؤال المهم ربما البعض لا يجده مهما لا شان لنا بالذين لا يجدون شؤون رسول الله صلى الله عليه واله مهمه هذا شان عقائدي وشان ثقافي وشان معرفي من شؤون رسول الله صلى الله عليه واله يجب علينا ان نعرفه سابدا جوابي من البدايات اتمنى عليكم ان تصبروا علي لان الاجابه ستكون في عده حلقات من اقدم الذين كتبوا سيره لرسول الله صلى الله عليه واله محمد ابن اسحاق ابن يسار المدني المتوفى سنه 151 للهجره. إنه صاحب السيرة النبوية التي تعرف بسيرة ابن إسحاق. إنه محمد ابن إسحاق ابن يسار المدني المتوفى سنة 151 للهجره. في هذا الكتاب تحدث ابن اسحاق عن حليمه السعدية ومن أنها أرضعت رسول الله صلى الله عليه وآله كلام مفصل ذكره ابن اسحاق في سيرته المعروفة والذين جاءوا من بعده أخذوا عنه من المصادر القديمة لهذا الموضوع سيرة ابن إسحاق قطعا هو من المخالفين هو في أجواء سقيفة بني ساعدة فما سطره في سيرته لا علاقه له بمنهج العتره الطاهره اتباع سقيفه بني ساعده نقلوا عنه واتباع سقيفه بني طوسي نقلوا عنه ايضا كذلك الواقدي انه محمد ابن عمر الواقدي المتوفى سنه 207 للهجره صاحب التاريخ والمغازي وصاحب المغازي النبويه الكتاب المعروف بمغازي الواقدي مؤرخ اختلفوا في حاله هل هو شيعي هل هو سني وبغض النظر اكان شيعيا ام كان سنيا فانما اثبته في تاريخه وفي كتبه بخصوص هذا الموضوع لا علاقه له بمنهج العتره الطاهره مثلما كتب ابن اسحاق في سيرته ما كتب من الجهات التي نقل عنها ونحن لا نعرف مصادر ابن اسحاق بشكل واضح ولا نعرف مصادر الواقد بشكل واضح كلام اثبته ابن اسحاق في سيرته وكلام اثبته الواقدي في تاريخه هذا الكلام خلاصته من ان حليمه السعدية ارضعت رسول الله صلى الله عليه واله فهي مرضعته هي امه بالرضاعه يقال بالرضاعه ويقال بالرضاعه القراءتان صحيحتان فهي امه بالرضاعه اتحدث عن حليمه السعديه والحديث اساسا عن رسول الله صلى الله عليه واله محمد ابن سعد الزهري في نفس ذلك الزمان في زمان قريب ابن إسحاق المدني توفي سنة 151 للهجرة الواقدي محمد ابن عمر توفي سنة 207 للهجرة محمد بن سعد الزهري توفي سنة 237 للهجرة وله كتاب مشهور كتاب معروف كتاب الطبقات والكلام فيه هو هو الكلام الذي ذكره ابن إسحاق وذكره الواقدي ربما فصل الواقدي تفصيلا فيه إضافات كثيرة لكن أصل الموضوع هو الذي نبحث عنه من أن حليمة السعدية أرضعت رسول الله أو أنها لم ترضعه فبحسب ابن اسحاق وبحسب الواقدي وبحسب محمد بن سعد الزهري المتوفى سنه 230 للهجره فان حليمه السعدية كانت مرضعه لرسول الله صلى الله عليه واله هذا هو المجلد الذي يشتمل على الجزء الأول والثاني من الطبقات الكبرى طبقات ابن سعد الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع الزهري المتوفى سنة مئتين وثلاثين للهجره محمد ابن سعد الزهري المتوفى سنه وثلاثين للهجره هذه الطبعه طبعه دار احياء التراث العربي بيروت لبنان أعد فهارسها رياض عبد الله عبد الهادي في الجزء الأول صفحة خمسين وتحت هذا العنوان ذكر من أرضع رسول الله وتسمية اخوته واخواته من الرضاعه تحدث في البدايه عن ثويبه وهي جاريه ابي لهب وهذا مذكور في الكتب من انها هي اول من ارضعت رسول الله هذا الكلام لا حقيقه له ولا اريد ان اقف عنده لكن هذا مذكور في كتب التاريخ وفي كتب السير عموما وفي كتب سيره النبي صلى الله عليه واله خصوصا من ان ثويبه جاريه ابي لهب قد ارضعت رسول الله في بادئ الامر هذا الكلام لا اريد ان اقف عليه حديثنا اساسا عن حليمه السعديه في الصفحه الثانيه والخمسين من الجزء الاول من الطبقات الكبرى لابن سعد الزهري المتوفى سنة 230 للهجرة يأتي الكلام عن حليمة السعدية وكيف أنها قد قدمت من قومها مع مجموعة من النساء كي يأخذن الأطفال من مكة لإرضاع الأطفال حيث يتكسبن من هذا العمل وكان الذي كان الحكايه طويله ساقرا عليكم جانبا منها من مصدر اخر الكلام هو هو ربما تختلف هذه المصادر في سعه التفاصيل او في ضيقها في بعض الجزئيات هنا وفي بعض الجزئيات هناك لكن القضيه الاساس مثبته في هذه المصادر في سيره ابن اسحاق في تاريخ الواقدي وفي طبقات ابن سعد الزهري ومن طبقات ابن سعد الزهري إلى تأريخ الطبري إنه التأريخ المعروف تأريخ الأمم والملوك لمحمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 للهجرة وقد نقل عن المصادر المتقدمة نقل عن سيره ابن اسحاق هذا هو الجزء الاول من تاريخ الطبري هذه الطبعه طبعه دار صادر بيروت لبنان انها الطبعه التي قدم لها نواف الجراح الطبعه الثانيه ألفين وخمسة ميلادي إذا ذهبنا إلى صفحة ميتين وأربعة وسبعين فإن طبري بأسانيده ينقل عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة أقرأ بعض كلامه لانني لا اجد وقتا كافيا كي اقرا كل شيء وبالنسبه لي لست مهتما للذي ذكره هؤلاء في هذه الكتب لكنني اريد ان اعرض عليكم الموضوع من بداياته حدثنا محمد ابن اسحاق الى ان يقول الطبري كانت حليمه ابنه ابي ذؤيب السعديه ام رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ارضعته تحدث انها خرجت من بلدها معها زوجها خرجت من بلدها من موطن سكنى بني بكر فهي من هذه القبيله انها خرجت من بلدها معها زوجها وابن لها ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء هي مع النسوة يلتمسن الرضعاء قالت وذلك في سنة شهباء السنة الشهباء هي سنة القح يقال لها سنة شهباء سنة مقحطة وذلك في سنة شهباء لم. تبق شيئا فخرجت على أتان لي قمراء الأتان أنثى الحمار والقمراء التي يكون لونها البياض بيضاء اتان بيضاء فخرجت على اتان لي قمراء معنا شارف لنا الشارف الناقه المسنه والله ما تبض بقطره يعني هذه الناقه المسنه ليس في ضرعها من لبن هكذا تقول والله ما تبض بقطره لا تسيل قطره لبن من ضرعها وما ننام ليلنا اجمع لماذا وما ننام ليلنا أجمع كلهم لا ينامون ليلهم لماذا من صبينا الذي معي من بكائه من الجوع وما في ثدي ما يغنيه إذا لماذا خرجت تبحث عن الرضعاء وهي لا تستطيع أن ترضع صبيها فكيف سترضع رضيعا اخر انا لا اريد ان اناقش كل شيء انما اقرا عليكم جانبا مما جاء في هذه الكتب هذا المضمون يتواجد في المصادر التي اشرت اليها وهي كلها من كتب اتباع سقيفه بني ساعده وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معي من بكائه من الجوع وما في ثدي ما يغنيه وما في شارفنا في ضرع ناقتنا المسنة وما في شارفنا ما يغذوه ولكن نرجو الغيث والفرج نرجو الغيث والفرج نرجو الرزق هذا هو المراد ولكن نرجو الغيث والفرج فخرجت على أتاني فلقد أذمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء فخرجت على اتاني تلك فلقد اذمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا اتانها كانت هزيله ضعيفه فما كانت تستعجل السير الركب الذين كانت معهم تاذوا من حليمه ومن سير اتانها حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا حتى قدمنا مكه نلتمس الرضعاء فما منا امراه الا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتاباه اذا قيل لها انه يتيم وذلك ان انما نرجو المعروف من ابي الصبي فكنا نقول يتيم ما عسى ان تصنع امه وجده هذا الكلام ليس منطقيا عبد المطلب سيد قريش وكان غنيا لكنهم هكذا نقلوا في كتبهم فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه تأباه المرضعات إذا قيل لها إنه يتيم وذلك أن إنما نرجو المعروفة من أبي الصبي فكنا نقول يتيم ما عسى أن تصنع أمه وجده فكنا نكرهه لذلك فما بقيت امراه قدمت معي الا اخذت رضيعا غيري فلما اجمعنا الانطلاق لما اردنا الرجوع الى ديارنا وانا ما اخذت رضيعا قلت لصاحبي لزوجي اني لاكره ان ارجع من بين صواحباتي ولم آخذ رضيعا والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه قال لا عليك أن تفعلي لا عليك من بأس لا عليك أن تفعلي فعسى الله أن يجعل لنا فيه بركة قالت: فذهبت اليه فاخذته وما حملني على ذلك، ما حملها على اخذ رسول الله إلا أني لم أجد غيره. قالت: فلما اخذته رجعت به إلى رحلي فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن وما كان في ثدييها من لبن اقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روي وشرب معه اخوه اخوه صبيها اخوه من الرضاعه وشرب معه اخوه حتى روي ثم نام وما كان ينام قبل ذلك ما كان صبيها ينام قبل ذلك وقام زوجي إلى شارفنا إلى ناقتنا المسنة وقام زوجي إلى شارفنا تلك فنظر إليها فإذا إنها لحافل لحافل يعني أن ضرعها قد امتلأ باللبن بالحليب وقام زوجي إلى شارفنا تلك فنظر إليها فإذا إنها لحافل فحلب منها حتى شرب وشربت حتى انتهينا ريا وشبعا فبتنا بخير ليله قالت يقول لي صاحبي حين اصبحت اتعلمين والله يا حليمه لقد اخذت نسمه مباركه يشير الى رسول الله قلت والله اني لارجو ذلك قالت ثم خرجنا وركبت أتاني تلك تلك الأتان الضعيفة الهزيلة وركبت أتاني تلك وحملته عليها معي فوالله لقطعت من الركب ما يقدم عليها شيء من حمرهم حتى إن صواحبي ليقولن لي يا ابنة أبي ذؤيب أربعي علينا اصبري كانت أتانها تسبق الحمير يا ابنة أبي ذؤيب أربعي علينا أليس هذه أتانك التي كنت خرجت عليها فأقول لهن بلى والله إنها لهي هي فيقولن والله ان لها لشانا لماذا تغير حالها هكذا هناك حكايه عندك يا حليمه ما الامر الذي جرى ويستمر الكلام انا لا اريد ان اقرا كل شيء خلاصه القول حليمه السعديه ارضعت رسول الله بحسب هذه الحكايه وتفاصيلها قرات عليكم جانبا منها هذا الموضوع مثلما قلت لكم ذكره ابن اسحاق المدني المتوفى سنه 151 للهجره في سيرته المعروفه بسيره ابن اسحاق وايضا الواقدي محمد ابن عمر في تاريخه ومغازيه المتوفى سنه 207 للهجره وابن سعد الزهري محمد ابن سعد ابن منيع الزهري المتوفى سنة 230 للهجرة في الطبقات الكبرى إلى أن وصلنا إلى الطبري صاحب أهم التواريخ إنه تأريخ الأمم والملوك محمد ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310 وعشرة وقد قرات عليكم ما جاء في تاريخه قرات جانبا مما نقله عن محمد بن اسحاق المدني هذه من اهم المصادر والا فهناك الكثير من الكتب في مكتبه سقيفه بني ساعده هناك الكثير من الكتب التي تناولت هذا الموضوع لكنني ذكرت لكم اهمها سيرة ابن اسحاق تأريخ الواقدي طبقات ابن سعد الزهري تأريخ الطبري ما بين من توفي سنة 151 للهجرة ومن توفي سنة 310 للهجره المعلومات التي ذكرت في هذه الكتب نحن لا نعرف مصادرها الاصليه بعض المصادر فصلت في الحوادث والوقائع وبعض المصادر اجملت لكن في النهايه هناك حليمه السعديه التي ارضعت رسول الله صلى الله عليه واله نذهب الى فاصل عن ابن اذينه قال ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال ابي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وابوه عنبسه وهو من ولد ابي سفيان حتى ياتي ارض قرار ومعين فيستوي على منبره عن عمر بن يزيد قال, قال قال لي ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه انك لو رايت السفياني رايت اخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه انتقل الان الى كتب علماء الشيعه ومن المتقدمين من علماء الشيعه الكتاب الذي بين يدي الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي المتوفى سنه 573 للهجره هذا هو الجزء الاول وطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة الخرائج والجرائح المعجزات هذا هو المراد بشكل موجز وسريع من هذا العنوان المعجزات والكرامة العنوان في معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وآله في بداية الجزء الأول من الكتاب بحسب الطبعة التي أشرت إليها في الصفحة الثالثة والعشرين هذا العنوان فصل من روايات العامة قطب الدين الراوندي يفتح فصلا سيذكر في هذا الفصل روايات أخذها من المخالفين فصل من روايات العام إلى أن نصل في هذا الفصل إلى الصفحة الحادية والثمانين رقم الحديث 134 هذا الحديث من الأحاديث التي أثبتها قطب الدين الراوندي في هذا الفصل فصل من روايات العامة الجزء الأول صفحة واحد وثمانين رقم الحديث 134 وأربعة وثلاثين ومنها من أحاديث المخالفين. من أحاديث العام أنه لما ولد النبي صلى الله عليه وآله قدمت حليمة بنت أبي ذؤيب في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء بمكة إلى آخر الكلام يستمر الكلام إلى الصفحة الثانية وهي الصفحة الثانية والثمانون من المصدر الذي بين يدي المضمون هو المضمون قد يكون الكلام موجزا لكن المضمون الإجمالي للذي ذكر في الكتب المتقدمة ذكره قطب الدين الراوندي المتوفى سنة 573 للهجرة وقد نقله من كتبهم فهذا الفصل عنوانه فصل من روايات العامة فما نقله قطب الدين الراوندي في كتابه لا علاقه له بمنهج العتره حديث اثبته في الكتاب ونقله من كتب المخالفين هذا ما جاء في الخرائج والجرائح في مصدر اخر من مصادرنا ايضا لعلمائنا المتقدمين مناقب ال ابي طالب لابن شهر اشوب المازندراني من علماء الشيعه المعروفين المتوفى سنه خمسميه وثمانيه وثمانين للهجره الزمان متقارب قطب الدين الراوندي توفي سنه خمسميه وثلاثه وسبعين ابن شهر اشوب المازندراني توفي سنه خمسمئه وثمانيه وثمانين للهجره في الحقيقه هذا الكتاب كتاب مناقب ال ابي طالب اكثر ما فيه ماخوذ من المخالفين فهذا الكتاب اقرب الى كتب المخالفين من ان يكون فهذا الكتاب اقرب الى كتب المخالفين من كتب العتره الطاهره نقل ابن شهر اشوب في كتابه هذا نقل عن العتره الطاهره ونقل عن المخالفين لكنه نقل كثيرا وكثيرا جدا عن المخالفين فانني حين اراجع هذا الكتاب اجد ملامح اتباع سقيفه بني ساعده اجدها واضحه وواضحه جدا في كل انحاء هذا الكتاب على اي حال هو من كتب علماء الشيعه مناقب ال ابي طالب للمازندراني المتوفى سنة خمسمية وثمانية وثمانين للهجرة وهذه الطبعة طبعة دار الأضواء بيروت لبنان الطبعة الثانية المصححة والمنقحة ألف وتسعمية وواحد وتسعين ميلادي صفحة تسعة في الصفحة التاسعة والخمسين ذكرت حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث من مضر زوجة الحارث بن عبد العزة المضري أن البوادي أجدبت وحملنا الجهد على دخول البلد على دخول البلد على دخول مكه فدخلت مكه ونساء بني سعد قد سبقنا الى مراضعهن فسالت مرضعا فدلوني على عبد المطلب وذكر أن له مولودا يحتاج إلى مرضع له فأتيت إليه فقال يا هذه عندي بني لي يتيم اسمه محمد فحملته إلى آخر ما قالت التفاصيل التي ذكرها ابن شهر آشوب المازندراني هي هي التفاصيل الموجوده في كتب المخالفين مصدر ثالث الفضائل فضائل شاذان ابن جبرائيل القمي من علماء القرن السادس الهجري في نفس هذه الطبقة في طبقة الراوندي والمازندراني شاذان ابن جبرائيل القمي هذه الطبعة مركز كربلاء للدراسات والبحوث مجمع الامام الحسين العلمي لتحقيق تراث اهل البيت كربلاء المقدسه اذا ما ذهبنا الى صفحه 119 سينقل شاذان ابن جبرائيل القمي عن الواقدي ما يرتبط بهذا الموضوع بموضوع حليمة السعدية وموضوع رضاع رسول الله صلى الله عليه وآله من صفحة 119 إلى صفحة 154 كلام طويل في هذا الشأن نقله عن الواقدي رقم تسعة وثلاثين قال الواقدي وبعد ذلك نقل ما نقل عن الواقدي كلام طويل مفصل غايته حليمة السعدية أرضعت رسول الله ونقلت ما نقلت من التفاصيل المضمون هو هو الذي مر في الكتب السالفة وكل الذي نقله شاذان ابن جبرائيل القمي نقله عن الواقد ومر الكلام عن الواقد حينما حدثتكم عن المجموعة الأولى من الكتب وهي مجموعة كتب المخالفين صار واضحا لدينا في كتب سقيفة بني ساعده في سيرة ابن اسحاق المدني وفي تأريخ الواقدي وفي الطبقات الكبرى لابن سعد الزهري وفي تاريخ الامم والملوك لابن جرير الطبري هذه الكتب الاصول عندهم وكذلك في امثالها من الكتب الاخرى تحدثت عن حليمه السعديه مثل ما حدثتكم بالاجمال عن هذا الموضوع فصلت اجملت ذكرت الكثير من المطالب لكنها في النهايه اثبتت هذه الحقيقه بالنسبه لهذه الكتب اثبتت من ان حليمه السعديه كانت اما لرسول الله بالرضاعه هي التي ارضعت رسول الله المعلومات في هذه الكتب نحن لا نعرف مصادرها لا صله لها بالعطره الطاهره لا من قريب ولا من بعيد المجموعه الثانيه من الكتب من كتب علماء الشيعه المتقدمين قطب الدين الراوندي في الخرائج والجرائح نقل الكلام عن المخالفين ابن شهر اشوب المازندراني في المناقب في مناقب ال ابي طالب نقل الكلام عن المخالفين. شاذان ابن جبرائيل القمي من علماء القرن السادس لا نعرف سنة وفاته بالضبط لكنه توفي على ما يبدو في بدايات القرن السابع الهجري كما يظهر من بعض القرائن. هو من علماء القرن السادس الهجري قطعا لا نعرف بالدقه سنه وفاته فهو في الطبقه التي منها العلماء الذين مر ذكرهم الراوندي والمازندراني من نفس هذه الطبقه فالراوندي توفي سنة 573 للهجرة والمازندراني سنة 588 للهجرة وشاذان ابن جبرائيل القمي توفي في بدايات القرن السابع هناك من يقول من أنه توفي قبل سنة 604 للهجرة بالنتيجة هو من أعلامي وعلماء القرن السادس الهجري لا نعرف سنة وفاته بالضبط هؤلاء وأمثالهم أنا لا أستطيع أن آتيكم بكل الكتب هؤلاء وأمثالهم نقلوا ما نقلوا بخصوص شؤوني حليمة السعدية نقلوا كل ذلك من كتب المخالفين وقد أسهب شاذان ابن جبرائيل في الفضائل أسهب فيما نقله عن تأريخ الواقدي فقد نقل كلاما كثيرا عن الواقدي يرتبط بهذا الموضوع ومر الحديث عن الواقدي حتى لو افترضنا أنه شيعي لكن الذي أثبته في كتبه لا علاقة له بمنهج العترة الطاهرة إذا ما في أمهات كتب المخالفين في هذا الموضوع لا علاقة له بمنهج العترة الطاهرة وما في كتب علمائنا المتقدمين الذين تناولوا هذا الموضوع لا علاقة له بمنهج العتره الطاهره فهؤلاء علماء الشيعه واولئك الذين هم من المخالفين الجميع على حد واحد على حد سواء لانهم نقلوا ما نقلوا شيئا لا علاقه له بمنهج العتره الطاهره نذهب الى فاصل عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين من الفضل لماتوا شوقا وتقطعت أنفسهم عليه حسرات قلت وما في قال من أتاه تشوقا كتب الله له الف حجه متقبله، والف عمره مبروره، واجر الف شهيد من شهداء بدر، واجر الف صائم، وثواب الف صدقه مقبوله، وثواب الف نسمه اريد بها وجه الله. ولم يزل محفوظا سنة من كل آفة أهونها الشيطان ووكل به ملك كريم يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدمه فإن مات سنته حضرته ملائكه الرحمه يحضرون غسله واكفانه والاستغفار له ويشيعونه الى قبره بالاستغفار له ويفسح له في قبره مد بصره ويؤمنه الله من ضغطه القبر ومن منكر ونكير ان يروعاه ويفتح له بابا الى الجنه ويعطى كتابه بيمينه ويعطى له يوم القيامه نورا يضيء لنوره ما بين المشرق والمغرب وينادي مناد هذا من زار الحسين شوقا اليه فلا يبقى أحد يوم القيامة إلا تمنى يومئذ أنه كان من زوار الحسين. بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة. الطبعه طبعه دار احياء التراث العربي بيروت لبنان هذا هو الجزء الخامس عشر هذا الكتاب ربما هو الاكثر جمعا بين كل الكتب التي حدثتكم عنها وحتى فيما يرتبط بالكتب الاخرى التي ما حدثتكم عنها هذا الكتاب هو الاكثر جمعا في مكتبتنا الشيعيه للاحاديث التي ترتبط بشان حليمه السعدية وشان رضاع رسول الله صلى الله عليه واله كما قلت لكم انه الجزء الخامس عشر

وما ظهر من اعجازه عند ذلك صلى الله عليه وآله منشأه ورضاعه وما ظهر من اعجازه عند ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله فمن هذه الصفحه 331 الى صفحه 414 اثبت المجلس في هذا الباب أثبت تسعة وعشرين حديث تسعة وعشرين حديث أثبتها المجلس في هذا الباب البعض منها عن ثويبة جارية أبي لهب ذكر الاحاديث التي تشير الى ان ثويبه قد ارضعت رسول الله وقلت لكم هذا الموضوع ليس صحيحا وليس من اهتمامات هذه الحلقه والحلقات التي تليها لان الكلام هنا ليس عن ثويبه الكلام عن حليمه السعديه حديث رقم سته وعشرة واحد وعشرين هذه الأحاديث عن ثويبة حديث رقم أربعة وخمسة وسبعة وثمانية وتسعة وأربعة عشر وخمسة عشر وستة عشر وسبعة عشر واثنين وعشرين هذه أحاديث عن كرامات لرسول الله لا علاقة لها بموضوع حليمة ولا علاقة لها بموضوع رضاع رسول الله ما بقي من الأحاديث هي الأحاديث التي لها علاقة بحليمة وبرضاع رسول الله صلى الله عليه وآله وهي الأحاديث واحد اثنين ثلاثة ستة اهدعش اثنعش ثلاثة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرين

في الكتب السابقة فقد نقل من كتب الشيعة من الخرائج والجرائح ما نقله صاحب الخرائج والجرائح عن المخالف ونقل عن المناقب ما نقله أيضا صاحب المناقب عن المخالف ونقل عن الفضائل فضائل شاذان ابن جبرائيل القمي ما نقله عن الواقدي فأثبت ما جاء في كتب علماء الشيعة المتقدمين أثبته بنفسه نقل النصوص هنا وهم نقلوا عن المخالفين فالمجلسي ما فعل شيئا نقل ما نقله علماء الشيعة عن المخالفين ونقل أيضا ما جاء على سبيل المثال في شرح النهج لابن ابي الحديد المعتزلي وهو معتزلي مخالف لأهل البيت وقد نقل ما نقل عن الطبري وغير الطبري فالنقول التي مرت في الكتب السالفه نقلها المجلسي ونقل ايضا عن كتاب الانوار للبكري ونقل أيضا عن كتاب المنتقى في مولود المصطفى للكازروني نقل أحاديث طويلة على سبيل المثال ما نقله عن أبي الحسن البكري يبدأ من صفحة 371 وسبعين وينتهي في صفحة 384 حديث طويل من صفحة 371 ينتهي في صفحة 384 هذا الحديث نقله عن كتاب الانوار لابي الحسن البكري ونقل ايضا على سبيل المثال من كتاب الكازاروني من صفحة 384 قطع الكلام فنقل شيئا عن كنز الفوائد للكراجكي ثم رجع كي ينقل عن الكازاروني واستمر في نقله إلى آخر الكتاب الكازاروني هو صاحب كتاب المنتقى في مولود المصطفى لم ينقل الا حديثا واحدا عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيه ذكر لحليمه السعديه وهو الحديث الحادي عشر نقله عن الجزء الاول من الكاف الشريف يعني أن كل الأحاديث في هذا الباب في الباب الرابع الذي عنوانه منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك ما يرتبط بالأحاديث التي تحدثت عن حليمة السعدية وعن إرضاعها لرسول الله لم يذكر الا حديثا واحدا ورد عن امامنا الصادق بقيه الاحاديث نقلها عن كتب المخالفين بشكل مباشر او نقلها عن كتب علمائنا المتقدمين من علماء الشيعه لكنهم نقلوا ما نقلوا في كتبهم من المخالفين ايضا فهذا كل ما جاء في بحار الانوار وهذا الحديث الذي نقله عن الكافي وفيه ذكر لحليمه السعديه وهو حديث عن امامنا الصادق صلوات الله عليه وساعود اليه ساعود اليه كي احدثكم بالتفصيل عن هذا الحديث لم يعلق عليه شيئا المجلس لم يعلق عليه شيئا ولم يجعل هذا الحديث أساسا في تشكيل رؤيته وفكرته عن هذا الموضوع هذا هو الموجود في كل هذه الكتب في كتب المخالفين في كتب علمائنا المتقدمين الذين نقلوا عن المخالفين ايضا وما جاء في الموسوعه الكبيره التي جمعت كل الاحاديث التي مرت كل الذي فيها عن المخالفين لا علاقه له بمنهج العتره الطاهره نقل حديثا واحدا عن إمامنا الصادق ولم يعلق عليه ولم يرتب عليه أثرا ولم يجعله أساسا في صناعة رؤيته وفهمه للموضوع فنحن إذا قرأنا كتب المخالفين التي ذكرت نماذج منها وقرأنا كتب علماء الشيعة المتقدمين والتي ذكرت لكم نماذج منها ورجعنا الى الموسوعه الاكبر الى بحار الانوار فاننا لن نجد شيئا يحدثنا عن هذا الموضوع وفقا لمنهج العتره الطاهره نذهب الى فاصل عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال ان الله كان اذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الانوار الذي نورت منه الانوار واجرى فيه من نوره الذي نورت, نورت منه, منه الأنوار, الانوار وهو النور, النور الذي خلق منه محمدا وعليا, وعليا فلم يزالا يزال نورين اولين اذ لا, لا شيء كون قبلهما, قبلهما فلم, فلم يزالا يزال يجريان طاهرين مطهرين في الاصلاب الطاهرة, الطاهره حتى افترق في, في اطهر طاهرين في عبد الله وابي طالب صلوات الله عليه سانتقل بكم الى كتب علماء الشيعة المعاصرين الكتاب الأكبر الذي ألف في سيرة النبي صلى الله عليه وآله في زماننا الصحيح من سيرة النبي الأعظم جعفر مرتضى العاملي هذا هو الجزء الثاني من الصحيح من سيرة النبي الاعظم وهذه الطبعة الطبعة الخامسة 2006 ميلادي المركز الاسلامي للدراسات بيروت لبنان هذه أكبر موسوعة في زماننا كتبت في هذا الموضوع في موضوع سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الموسوعة تتألف من خمسة وثلاثين جزء خمسة وثلاثين جزء اعتمد فيها جعفر مرتضى العاملي على عدد هائل من المصادر بحسب ما ذكر في فهارس المصادر 1683 مصدر. موسوعه تتالف من 35 جزء تعتمد على 1683 مصدر اكثرها من امهات المصادر. اكثرها من الموسوعات موسوعه كبيره جدا بذل فيها جهدا عظيما بالقياس الى الكتب لا بالقياس الى منهج العتره مشكله علماء الشيعه هي هذه من انهم بعيدون عن منهج العتره الطاهره من صفحة 147 من الجزء الثاني حيث العنوان رضاعه صلى الله عليه وآله إلى صفحة 172 هذا الموضوع صفحة 147 إلى صفحة 172 تحدث جعفر مرتضى العاملي عن رضاع النبي تحدث عن ثويبه ايضا وتحدث عن حليمه السعديه وتحدث عن موضوع شق الصدر لأنه جزء من حكايه حليمه السعديه من ان الملائكه شقوا صدر رسول الله كي يخرجوا حظ الشيطان الموجود في داخل رسول الله صلى الله عليه واله في داخل جسمه هراء النواصب هراء المخالفين فرد جعفر مرتضى العاملي على هذه الخرافه وهذه الخزعبلات خلاصه القول جعفر مرتضى العاملي دار ودار ودار في الذي نقله من كتب المخالفين ولم يخرج عن هذه الدائره بغض النظر انه علق على هذه الجزئيه وانتقد هذا الموضوع وقال ما قال لكن في النهايه بناء الموضوع كان معتمدا على المواد الفاسده من نفس البناء الفاسد هذه مشكله كتب علمائنا انها الكتب الناعوريه هكذا اصفها خيل النواعير احصنه النواعير تشد عيونها وتبقى تدور تبقى تدور تبقى تدور في نواعيرها علماؤنا هكذا يذهبون يروحون يصعدون ينزلون يعودون الى كتب المخالفين ويبنون بناءهم ينتقدون هنا يرفضون هذا بالنتيجه بناء فاسد يهدمونه يحاولون هدمه وفي الحقيقه هم لا يهدمونه هدما كاملا يهدمونه هدما جزئيا ثم يعيدون ما هدموا من بناء فاسد بنفس المواد الفاسده بنفس المواد الفاسده النتيجه ما صنعنا شيئا هذا هو الذي يقوم به هؤلاء الذين يوصفون بالعلماء المحققين ويؤلفون الموسوعات ويقضون اعمارهم هكذا الى ان يموتوا ولم يقتربوا من منهج العتره بمقدار شعره يصنعون لانفسهم منهجا معتمدا على المواد الفاسده ويخدعون انفسهم ويخدعون الاخرين من انهم اعادوا البناء من جديد لكنهم اعادوا البناء بنفس المواد الفاسده هذا هو الذي فعله جعفر مرتضى العاملي ليس في كتابه هذا في كل كتبه في كل كتبه وهو الذي فعله باقر شريف القرشي في كل كتبه وهو الذي فعله محمد جواد مغنيه في كل كتبه ياتون الى ابنيه فاسده ويشخصون فسادها ثم يهدمونها هدما جزئيا ويعيدون ما هدموا بناءه يعيدون بناءه بنفس المواد الفاسده وهذه القضيه هي هي في المناهج الاصلاحيه التي حاولت ان تصلح من شأن الحوزه في النجف كالذي فعله محمد رضا المظفر حاول ان يصلح شيئا من واقع الحوزه لكنه هدم شيئا من البناء الفاسد واعاد البناء بنفس المواد الفاسده وهو الذي فعله بالضبط محمد باقر الصدر حينما حاول ان يصلح شيئا من الحوزه بفكر فاسد يحمله بفكر قطبي قذر فهدم ما هدم من البناء واعاد البناء بمواد افسد اعاد البناء بمواد افسد من تلك التي هدمها واستعملها ايضا استعمل المواد الفاسده واضاف اليها من عنده مواد افسد هذا بالضبط الذي يجري فيما يسمى بالبحوث والتحقيقات والدراسات في حوزه النجف وكربلاء هذا الكتاب بين ايديكم عودوا إلى الجزء الثاني من الصحيح من سيرة النبي الأعظم لجعفر مرتضى العاملي واقرأوا من صفحة 147 إلى صفحة 172 حتى أنه لم يشير إلى تلك الرواية التي وردت عن الإمام الصادق إنها الرواية المفردة التي ذكرتها لكم قبل قليل من أنها وردت في الجزء الأول من الكاف الشريف وذكرها المجلسي في الجزء الخامس عشر لكنه لم يعلق عليها ولم يرتب عليها أثرا حينما نقرأ ما أثبته المجلسي وما جمعه المجلسي نقل كل شيء عن المخالفين وتلك الرواية رواية قصيرة موجزة مختصرة انها عبارة عن سطرين لم يشر اليها جعفر مرتضى العاملي وهو يتحدث عن حليمة السعدية وعن رضاع رسول الله صلى الله عليه واله ومن جعفر مرتضى العاملي الى محمد هادي اليوسفي هذه موسوعته موسوعه التاريخ الاسلامي وهي تتالف من سته اجزاء كبيره مصادرها كثيره لكنها لا تقاس بمصادر جعفر مرتضى العاملي المصادر التي أثبتها في فهرست المصادر المؤلف 115 مصدر وهذا العدد ما هو قليل لكنه لا يقاس ب 1683 مصدر لموسوعة جعفر مرتضى العاملي الصحيح من سيره النبي الاعظم موسوعه التاريخ الاسلامي لمحمد هادي اليوسفي الغروي هذا هو الجزء الاول مجمع الفكر الاسلامي الطبعه الثانيه الف وتسعه وعشرين هجري قمري طبعة جديدة منقحة ومزيدة إذا ما ذهبنا إلى صفحة 236 وتحت العنوان رضاع النبي صلى الله عليه وآله ثم يدخل في التفاصيل إلى أن يعنون عنوانا ثانيا الرضاع الميمون رضاعه من حليمة السعدية يستمر الكلام إلى صفحة 249 وتسعة يبدأ الكلام من صفحة 236 وستة وينتهي عند صفحة 249 وتسعة الطريقه هي الطريقه والاسلوب هو الاسلوب الذي انتهجه جعفر مرتضى العاملي ما هو هذا اسلوب جميع علماء الشيعه العمليه هي هي الطريقه الناعوريه يشدون عيونهم ثم يدورون حول الناعور هذه هي الكتب الناعوريه كما قلت لكم ياتون الى البناء الفاسد ويقولون هذا بناء فاسد لا يهدمونه ويرفعون الانقاض بالكامل وينظفون الارض ثم يجلبون ترابا نظيفا جديدا وبعد ذلك يؤسسون بمواد جديده صالحه هم يهدمون جانبا من البناء يرممونه ويعيدون البناء بنفس المواد الفاسده ما صنعنا شيئا انه خداع وضحك على انفسنا وعلى الاخرين حتى الروايه التي اشرت اليها قبل قليل التي جاءت في الكهف الشريف عن امامنا الصادق بخصوص حليمه السعديه ذكرها في الحاشيه صفحه 238 وكذبها وبعد ذلك قال غفر الله للكليني لان الكليني قد ذكرها وابن شهر عاشوب لان ابن شهر عاشوب في المناقب ذكرها والمجلس ذكرها في البحار ايضا اشرت اليها قبل قليل غفر الله للكليني وابن شهر عاشوب والمجلس اذ رووا هذا الكذب هذه الروايه الوحيده المرويه عن امامنا الصادق بخصوص حليمه السعديه لم يذكرها جعفر مرتضى العاملي حينما تحدث عن حليمه السعديه في الجزء الثاني من كتابه لم يذكرها ايضا محمد هادي اليوسفي الغروي في المتن وإنما اشار اليها في الحاشيه وكذبها ثم دعا بالمغفرة للكليني وابن شهر اشوب والمجلس إذ رووا هذا الكذب غفر الله للكليني وابن شهر آشوب والمجلس اذ رووا هذا الكذب اذا كل الكلام الذي تحدث عنه هو من المخالفين اعتمد على ما جاء في تاريخ الطبري بشكل واضح اتحدث عن موسوعه التاريخ الاسلامي ل محمد هادي اليوسفي الغروي هذا هو شان علماء الشيعة هذه هي الكتب الناعوريه وهذا هو البناء بنفس المواد الفاسده وهم بذلك لا يقتربون من منهج العتره ولا حتى بمقدار شعره او بما هو دون ذلك انهم يذهبون مبتعدين الى ابعد جهه عن منهج العتره الطاهره ولذا هم لا يمتلكون رؤيه واضحه اذا ما قرانا كتبهم هناك رؤيه غائمه في هذا الموضوع وفي سائر المواضيع أصحاب الكتب لا يمتلكون رؤية واضحة رؤيتهم غائمة فهل يستطيعون أن يمنحون رؤية واضحة لذا دائما أقول لكم العالم الذي لا يمنحكم رؤية واضحة غادروه فروا من الكتاب الذي لا يمنحكم رؤية واضحة اتركوه لا تنتفعوا منه الفضائية المؤسسة المكتبة البرنامج الخطيب الحسينية المسجد المدرسة كل هذه العناوين اذا لم تكن قادرة ان تمنحكم الوضوح في الرؤية لا تاخذوا منها لا دينا ولا ثقافة ولا علما ولا تشخصوا موقفكم الشرعي الديني ولا موقفكم السياسي ولا موقفكم الاجتماعي ولا موقفكم الشخصي من اي مساله من المسائل اعتمادا على هؤلاء فاقد الشيء لا يعطيه هؤلاء لا يمتلكون رؤيه واضحه فكيف ناخذ منهم رؤيه واضحه لانهم يعملون عمل النواعير عمل احصنه النواعير يشدون عيونهم عن منهج العتره ثم يدورون في نواعير النواصب هذا كل الذي فعلوه في هذه الموسوعات وفي هذه الكتب نذهب الى فاصل عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول ان لصاحب هذا الامر غيبه لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل فقلت له ولم جعلت فداك قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا وكتاب ثالث ايضا من كتب المكتبه الشيعيه المعاصره السيره النبويه لنجاح الطائي هذا هو الجزء الاول الطبعة الأولى 2002 ميلادي دار الهدى لإحياء التراث لندن في الصفحة التاسعة والسبعين من الجزء الأول رضاعة رسول الله صلى الله عليه وآله ويستمر البحث إلى الصفحة الخامسة والثمانين من الصفحة التاسعه والسبعين الى الصفحه الخامسه والثمانين الكلام هو هو الذي مر علينا في كتب المخالفين في كتب علمائنا المتقدمين والاسلوب هو هو الذي مر علينا عند جعفر مرتضى العاملي او عند محمد هادي اليوسفي الكلام هو هو الطريقة الناعورية يشدون عيونهم عن منهج العترة الطاهرة ويدورون في نواعير المخالفين يحاولون أن ينتقدوا فكرة هنا أو فكرة هناك يحاولون أن يهدموا جزءا من البناء الفاسد ثم يعيدون بناءه بنفس المواد الفاسدة هذا هو الذي يجري في واقعي المكتبه الشيعيه رضاعه رسول الله الكلام هو هو الذي اشرت اليه اجمالا بخصوص حليمه السعديه ما ذكر في كتب المخالفين ما ذكر في كتب علماء الشيعه المتقدمين نقلا عن المخالفين او ما جاء في هذه الكتب الصحيح من سيره النبي الاعظم لجعفر مرتضى العاملي موسوعه التاريخ الاسلامي محمد هادي اليوسفي الغروي وهذا الكتاب كتاب يتالف من ثمانيه اجزاء وقد بذل المؤلف فيه جهدا كبيرا وعدد المصادر بحسب فهرست المصادر الذي اثبته المؤلف 130 مصدر نحن امام موسوعات جعفر مرتضى العاملي عدد اجزاء كتابه 35 جزء والمصادر 1683 مصدر محمد هادي اليوسفي الغروي عدد اجزاء كتابه سته اجزاء والمصادر 115 مصدر من امهات المصادر من الموسوعات والكتب الكبيره السيره النبويه نجاح الطائي من ثمانيه اجزاء وعدد المصادر 130 مصدر من امهات المصادر ومن اكبر الموسوعات لكن النتيجه ما هي؟ النتيجه التي تصل الى ايدينا لا نستطيع ان نتحقق من رؤيه واضحه من صوره واضحه واذا ما تبدى من بعض الكلام كان المؤلف يمتلك رؤيه واضحه فهو في الحقيقه يسطر ذلك انشاء اذا اردنا ان نذهب في جذور هذا الكلام فان الكلام لا يمتلك اصولا ولا يمتلك جذورا واضحه لماذا كل ذلك لانهم بعيدون عن منهج العتره الطاهره لا يتذوقون منهج العتره وكيف يتذوقونه اساسا هم لا يعرفونه الشيء الذي اجمله لكم في مجموعه ملاحظات بخصوص كل الكتب التي حدثتكم عنها بطريقه اجماليه حدثتكم عن المصادر القديمه عند المخالفين وحدثتكم عن كتب علمائنا المتقدمين وحدثتكم عن الموسوعه الكبيره التي جمعت كل الاحاديث التي ترتبط بهذا الموضوع لا اقصد جمعت كل الاحاديث الموجوده في كل الكتب وانما اتحدث عن هذا الموضوع عن موضوع حليمه السعديه ورضاع رسول الله صلى الله عليه واله حدثتكم عن بحار الانوار وماذا جاء فيها ثم انتقلت الى كتب علمائنا ومؤلفينا المعاصرين وجئتكم بامثله واضحه من اهم الكتب الموجوده الان في المكتبه الشيعيه التي تقع بايدينا ونراها بام اعيننا كل ما ذكر في هذه الكتب باستثناء حديث إمامنا الصادق مصدره الأصلي الجزء الأول من الكافي والذي ذكره محمد هادي اليوسفي الغروي وكذبه ودعا بالمغفرة للكليني ولابن شهر آشوب وللمجلس لأنهم ذكروا هذا الحديث عن الإمام الصادق لأنه وصفه بالكذب المجلس ذكر الحديث ولم يعلق عليه ابن شهر آشوب ذكر الحديث ولم يرتب عليه أثرا ولم يعلق عليه بشكل واضح وإنما ساق مع أحاديث المخالفين فكل الذي ذكر في هذه الكتب مصادره غير معروفه، حين اقول مصادره غير معروفه لا اتحدث عن اسماء الكتب التي نقلوا عنها، فهذا امر نحن نعرفه. نحن نعرف من اين نقل جعفر مرتضى العاملي، ونعرف من اين نقل المجلسي، ونعرف من اين نقل شاذان ابن جبرائيل القمي. ونعرف من اين نقل الطبري وهكذا انما اقول المصادر ليست معلومه لان المصادر التي يؤخذ منها العلم قرانهم المفسر بتفسيرهم قد تقولون القران لم يتطرق لذكر حليمه السعديه ليس بالضروره ان يتطرق القران لذكر حليمه السعديه لكن الاحاديث التفسيريه يمكنها ان تعيننا في فهم الحقيقه من خلال تفسيرها للايات وهذا ما ساعرضه لكم سابينه لكم هذا الكلام ليس نظريا هذا ما ساقوم به عمليا في الحلقات القادمه وساعرض لكم الحقيقه من خلال قرانهم المفسر بتفسيرهم ومن خلال حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم لا شان لي بهذا الوراء النقطه الاولى مصادر كل هذا الكلام مجهوله لا علاقه لها لا بالقران ولا بحديث العتره. طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا. هذه رساله امام زماننا الينا ان لم يلتفت اليها قطب الدين الراوندي ولم يلتفت اليها ابن شهر اشوب المازندراني ولم يلتفت اليها شاذان ابن جبرائيل القمي ولم يلتفت إليها المجلس في البحار كان يجب علي هؤلاء المعاصرين بعد كل هذه القرون أن يلتفتوا إلى هذه الحقيقة يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا لا تأخذ إلا عنا، تكن منا الرواية في تحف العقول لابن شعبه امير المؤمنين هو الذي يقول لكميل يا كميل لا تاخذ الا عنا تكن منا اما رساله امام زماننا فهي الينا رساله وصلت الينا من امام زماننا في هذا العصر عبر ميرزا مهدي الاصفهاني وقد حدثتكم عن هذا الموضوع كثيرا فيما سلف في الحلقات الماضيه طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا هذا هو الذي يقوم به علماؤنا الاجلاء يذهبون الى ابنيه النواصب والى افنيتهم يصفونها بالفساد يحاولون ان يهدموا هدما جزئيا بعد ذلك يعيدون البناء بنفس المواد الفاسده بهندسه جديده بحسب ما هم يعتقدون الطريقه الناعوريه في الفهم والتحقيق يشدون عيونهم عن منهج اهل البيت ويدورون في دائره النواعير والطواحين الناصبيه ولا يستطيعون الخروج منها وانما يديمون المكوث والوقوف في فنائها في افنيتها وفي انحائها خلاصه القول المعلومات التي ذكرت عن حليمه السعديه وعن ارضاعها لرسول الله صلى الله عليه واله في الكتب التي اشرت اليها من الكتب القديمه الى الكتب المعاصره هذه المعلومات لا نعرف مصادرها كما قلت لكم لا اتحدث عن اسماء الكتب التي نقلوا منها لا ندري من اين جاءوا بهذه المعلومات لا علاقه لها بمنهج العتره الطاهره الاخبار التي نقلت والاحاديث التي نقلت في هذه الكتب من الكتب القديمه الى الكتب المعاصره اخبار مرتبكه ومضطربه فيها ما يمكن ان يقبل حينما اقول ما يمكن ان يقبل لا يعني بالضروره انه صحيح لكنه يقبل لانه ياتي مناسبا لشان عبد المطلب مثلا مناسبا لشان ام رسول الله مناسبا لشان رسول الله بعض المطالب يمكننا ان نقبلها ولكن هناك الكثير من الامور التي ذكرت في هذه الاخبار لا نستطيع ان نقبلها لانها تتنافر مع شان محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين النقطه الثالثه حتى هذا الذي يمكن ان يقبل لانه ياتي منسجما مناسبا مع مذاق العتره الطاهره نحن لا ندري هل جرى بهذه الصوره ام جرى بصوره اخرى لاننا لا نعرف مصدر هذه المعلومات وكما اقول لكم انا لا اتحدث عن اسماء الكتب التي نقلت هذه المعلومات اتحدث عن مصدر يوصلني الى العتره الطاهره هذا الذي اتحدث عنه اذا اولا المصادر غير معروفه لانها لا تصل الى العتره الطاهره ثانيا هناك ما هو مقبول وهناك ما لا يمكن ان يقبل وثالثا الذي يمكن ان يقبل نحن لا ندري هل جرى بهذه الصوره ام انه جرى بصوره اخرى لاننا لا نملك مصدرا يوصلنا الى العتره بخصوص هذا الموضوع بخصوص تلك التفاصيل وتلك الجزئيات التي تحدثت عنها حليمه السعديه او تحدث اخرون عنها رابعا هناك اسئله كثيره تطرح من خلال هذه المرويات لا نجد لها جوابا لماذا جف حليب ام رسول الله لماذا جف حليبها لماذا لم يجدوا له مرضعه في بني هاشم او في سائر قريش لماذا ترك النبي عند حليمه السعديه بعد الفطام بقي بعد الفطام فتره طويله ما هو دين حليمه السعديه والذي يظهر من هذه المرويات من انها كانت على دين الاصنام فليس هناك من اشاره على انها كانت على دين المسيح او كانت على الديانه الحنيفيه القرائن الموجوده والاجواء التي نتلمسها في تلك المرويات تشير الى انها كانت وثنيه على دين الاصنام ما هي الحكمه من كل ذلك اتحدث في اجواء المرويات حينما احدثكم في اجواء العطره الطاهره ستجدون الحديث مختلفا جدا لكنني الآن أحدثكم في أجواء هذه المرويات في كتب المخالفين في كتب علماء الشيعة المتقدمين في موسوعة البحار أو في كتب المعاصرين من علماء الشيعة المعاصرين أحدثكم في هذه الأجواء لماذا جف حليب أم رسول الله لماذا لم يجدوا له مرضعه في بني هاشم او في سائر قريش في مكه؟ لماذا ترك عند حليمه السعديه بعد الفطام؟ ما هو دين حليمه السعديه؟ وما دين عائلتها؟ الذي يظهر واضحا من هذه المرويات من انها كانت على دين الاوثان، على دين الاصنام. اصلا ما هي الحكمه من كل ذلك؟ من كل هذا البرنامج الذي جاءت هذه المرويات تتحدث عنه هناك نقطة مهمة إننا لا نجد في أحاديث العترة الطاهرة اهتماما بهذا الموضوع ليس هناك من اهتمام واضح بهذا الموضوع في أحاديث العترة الطاهرة لو كان هناك من اهتمام فاين احاديثه النتيجه ما هي النتيجه على الاقل بالنسبه لي كل هذا الذي ذكر في هذه الكتب اضع عليه خطين متقاطعين لا ابالي به بعض الذي ذكر قد يكون مقبولا منسجما مع مذاق العتره لكنني لا املك دليلا على انه جرى بهذه الصوره او بتلك الصوره يمكننا ان نقبل ما جاء متناغما مع كرامه رسول الله ما ذكر من كرامات ومعجزات لرسول الله وانا اقول حتى لو كانت صحيحه لا اقيس رسول الله على اساسها لانني سانتقصه حينئذ محمد صلى الله عليه واله لا يقاس بكراماته ولا يقاس بمعجزاته الكرامات والمعجزات عطاء منه للمخلوق بحسب المخلوق لا بحسب محمد فكيف اقيس محمدا عليها انتقاص من رسول الله ان اقيسه بمعجزاته وكراماته انا لا اقيسه بقرانه لان محمدا فوق القران حين أتحدث عن القرآن أتحدث عن المصحف لأن الناس حينما تقول القرآن تقصد المصحف أما إذا كان الحديث عن القرآن الحقيقي محمد هو القرآن الحقيقي محمد هو القرآن الحقيقي لكنني أتحدث عن المصحف لأن الناس حين تقول قرآن تشير الى المصحف فإذا كان الحديث عن المصحف انني لا اقيس محمدا بالمصحف محمد فوق القرآن فوق المصحف انتقاص لمحمد صلى الله عليه واله ان نقيسه بالمصحف محمد فوق المصحف محمد حاكم على المصحف محمد إمام لهذا المصحف محمد امام الائمه محمد سيد الكائنات محمد امام الموجودات لا يمكنني ان اقيسه حتى بكراماته ومعجزاته لان كراماته ومعجزاته فيض محدود منه مثلما كان صلى الله عليه واله لا يكلم الناس على قدر عقله هو وانما يكلم الناس على قدر عقولهم فما يصدر من كرامه او معجزه منه لا بحسبه هو بحسب المخلوقات فكيف اقيس محمدا صلى الله عليه واله بحسب عطاء محدود انتقاص من رسول الله والانتقاص من رسول الله كفر هذا هو مذاق العتره هذا هو فهم العتره هذا هو مذاق قاعده كلامكم نور ومن هنا فانني لا اعبا بكل هذا الكلام الذي جاء في الكتب القديمه للمخالفين او جاء في كتب علمائنا المتقدمين وهم اخذوه عن المخالفين او جاء في موسوعه بحار الانوار او جاء في كتب علمائنا المعاصرين من علماء الشيعه لا اعبا بكل هذا بعض الكلام كما قلت لكم قد يكون مقبولا وربما يكون صحيحا فيما يرتبط بكرامه رسول الله ومعجزات رسول الله انا لا اقيس رسول الله بمعجزاته وكراماته فذلك انتقاص منه ومن هنا فانا لا ابالي بكل هذا الذي قيل ولا املك دليلا على ان ما ذكر من كرامه او معجزه لرسول الله صلى الله عليه واله قد جرت بهذه الصوره ربما جرت بصوره اخرى. ومع كل هذا فان رسول الله صلى الله عليه واله اعظم من كل كرامه واعظم من كل معجزه انه هو الذي نتحدث عنه في دعاء البهاء اللهم اني اسالك من عظمتك باعظمها انه محمد اعظم العظمه اعظم العظمه محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وصلنا الى هذه النقطه ما في هذه الكتب على الاقل بالنسبه لي وضعت عليه خطين متقاطعين نلتقي غدا ان شاء الله تعالى على موده رسول الله انني اريد ان اصل فاطمه بحديثي عن رسول الله صلى الله عليه واله ومن وصلك يا زهراء ومن وصلك فقد وصل رسول الله ومن وصل رسول الله فقد وصلك يا زهراء فانت روحه الذي بين جنبي صلوات على رسول الله وعلى امير المؤمنين وعلى فاطمه وعلى ولد فاطمه من المجتبى الى القائم نسالكم الدعاء جميعا في امان الله